كيف حصلت الحيوانات على النار؟ حكاية من تراث الهنود الحمر. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت وما زالت القارة الأميركية موطن الهنود الحمر. وكان الهنود الحمر يعتقدون بأن الحيوانات مخلوقات بريئة فأحجموا عن قتلها. ترى ما هو السبب الحقيقي في ذلك؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في هذه الحكاية الهندية. في قديم الزمان وقبل أن تصبح الأرض مرتعة للإنسان، احتاجت الحيوانات إلى النار لتحمي نفسها من برد الشتاء القارس. كانت النار موجودة على قمة جبل، ولكن كانت محروسة من قبل ثلاثة أشرار، وكان هؤلاء يرفضون أن تشاركهم الحيوانات النار، ولكن الحيوانات قررت الحصول على النار بأي ثمن. احترس جيدا ولا تدع الحيوانات تقترب من النار أبدا، أتفهم ذلك جيدا؟ ها؟ لا تخف يا سيدي لا تخف، سأكون يقظا. النسر أيها الخبي. وجاء النسر يحاول الحصول على النار. لا تقترب من النار لا تقترب. لقد احترق شعر رأس النسر، ومن حينه ونسور كاليفورنيا بدون شعر. هكذا، إذا لن نستطيع الحصول على النار حتى لو حاولنا من الجو. لا فائدة، غير ممكن على الإطلاق. وخابت آمال الحيوانات بعد فشل محاولة النسر، وناقشوا الأمر بإسهاب، وتقدم الذئب قائلا: مرحبا أيها الحضور، يبدو عليكم التأثر، ماذا بكم؟ وشرحت الحيوانات الحالة للذئب، وفكر الذئب وقال: حسنا، عندي فكرة جيدة، اسمعوها. كانت فكرة الذئب هي أن يجعلوا الأشرار الثلاث يشربون عصير العنب، وبعد أن يتعبوا يذهبون إلى النوم، وبعد ذلك هيا أيها الذئب اعمل بسرعة. ولكن ماذا نفعل إذا صحوا فجأة؟ سيتمكنون وبسهولة منا ويقتلوننا. دعوا بقية الأمر لي، أنا أعرف. هكذا أجاب الذئب وبكل ثقة بالنفس، وحملت الحيوانات العصيرة إلى قمة الجبل حيث يعيش الأشرار الثلاث. أقبل الأشرار الثلاث على عصير العنب وشربوه، وبعد فترة قصيرة شعروا بالتعب وناموا. جيد، هذه خطة ناجحة، لقد تمكن الذئب الأمريكي من النار. استيقظا بسرعة. لا تخافا، من السهل الامساك به، سوف اغلق طريقه بالثلج ولن يتمكن من الحركة. سفر مريح. أغبياء، لقد تمكن الذئب من الهرب منا بسرعة. لا تخف، سوف نمسك به، لن يأخذ النار أبدا. كان بمقدور الأشرار أن يجروا بسرعة أكبر. غريب. وأخيراً تمكن الأشرار الثلاث من اللحاق بالذئب. منذ ذلك اليوم وذيل الذئب الأمريكي أسود اللون. خذ
جسمه يفتقر إلى الفرو من مكان معين. وهكذا تمكن اليغور من تسليم الشعلة الخشبية إلى الغزال في الغابة. الغزال أسرع الحيوانات، نعم إنه أسرع منا جميعا، هيا بنا فلنجري وراءه. ولمست شعلة النار قرون الغزال فلوتها، مسكين. منذ ذلك اليوم وقرون الغزال محروقة بفعل النار كما ترونها. المطاردة استمرت، وبعد قليل تحولت الشعلة التي أمسكها الغزال بفمه إلى فحم، وتمكن من تسليمها إلى الضفدع. بعد الضفدع لا تدعه يهرب. المسكين، لقد تمكن الشرير أن يمسك بذيله، ومنذ ذلك اليوم والضفادع ليس لها ذيول. سوف أستعمل الماء المثلج. أيها الماء اجمد. بعد أن تمكن الضفدع من الوصول إلى الشاطئ البعيد، نظر إلى الوراء وتعجب مما شاهده. لقد تجمدت البحيرة وما زال الأشرار خلفه يطاردونه. لقد كان الضفدع متعبا ولم تكن لديه القوة والقدرة على القفز. لقد سببت لنا الكثير من المتاعب. هات النار، هيا هاتها. لم يرغب الضفدع في أن يسلم النار إلى الأشرار، فقام على قذفها على شجرة قريبة منه. الشيء الغريب الذي حدث هو أن الشجرة ابتلعت الفحم المحروق، وفحص الأشرار الشجرة الساقطة ولم يستطيعوا معرفة الطريقة التي يستعيدون بها الفحم المحروق من الشجرة. وأوقف الأشرار عملية البحث وعادوا إلى الجبل حيث يعيشون. أما الذئب الذكي فهو يعرف كيف يصنع النار من قطع الخشب. وأمام الحيوانات حك الذئب قطعتين من الخشب ثم اندلع اللهب، وهكذا تمكنت الحيوانات من الحصول على النار. أما الأشرار الثلاث فقد غاضهم حصول الحيوانات على النار، فصرخ الأسود قائلا: يجب أن لا تستفيد الحيوانات من النار، وإلا خسرنا مبادئنا وأهدافنا بالحياة. نعم، ماذا نفعل؟ هيا قل ماذا نفعل. أعمل المستحيل كي لا تستفيد الحيوانات من النار. أوه، عندي فكرة تجعل الحيوانات تخشى النار وهكذا تبتعد عنها ولا تستفيد أبدا. وعمل الأشرار بكل حيلهم وألاعيبهم لكي يجعلوا الحيوانات تخشى النار، وأخيرا تمكنوا من تحقيق هدفهم. ومرت 1000 سنة وأدركت الحيوانات بأن الأشرار قد تمكنوا منها وقد جعلوها تخشى النار، وفكرت الحيوانات بطريقة تجعلها تحتفظ بالنار وتوصلت إلى حل. لقد قررت الحيوانات أن تفشي سر الحصول على النار إلى الهنود الحمر، وبالفعل فقد علمت هذه الحيوانات الهنود الحمر كيف يصنعون النار ويستفيدون منها في حياتهم اليومية. ومنذ ذلك اليوم والهنود الحمر يقدرون للحيوانات هذا الصنيع الجميل ويمتنعون عن قتلها.